تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد شكرا 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 شكرا. إذا أحبائي مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. اليوم راني نشوف كما راكم تشوفوا كامل معنا أصدقاء راهم لابسين زي تعالي بنتي تعالي أروحي. واسمك بنتي؟ سيرين. وين تسكني سيرين؟ تسكن في بوعرير. برج بوعريريج الله يبارك. واش هم لابسين هادو أصدقائنا؟ واش مزي هذا؟ تعرفيه؟ هذا لام لابسين تعرفي الزي تاعهم هذا واش هو؟ تعرفيش؟ شكون اللي يعرف؟ تعالي بنتي تعالي تعالي روحي بنتي. واسمك؟ سارة. سارة وين تسكني سارة؟ في الجزائر. الجزائر العاصمة. واش هم لابسين أصدقائنا؟ زي الكشافة. زي الكشافة الإسلامية الجزائرية. تعال وليدي أروح أروح نشوف فيك عندك حاجة في يدك. واسمك وليدي؟ اسمي فايز عبد المؤمن. من أي فوج أنتما؟ فوج النهضة بالعفرون مدينة الورود. واش عندك في يدك وليدي؟ عندي فولار؟ فولار الكشافة الإسلامية. اه؟ لي من هذا؟ لي قايد لي عمو يزيد. اه لي عمو يزيد. خلاص أمالا لبسهولي أسنا نفتحو هكدا يلا بالعقل. جاني شباب؟ جميل. اذا شكرا شكرا لفوج النهضه من مدينه العفرون اللي جاوا يحتفلوا معنا ب عبركم يا احبائي في هذه الفتره هذه. واش يصادف في يوم 22 فبراير؟ شكون اللي يعرفها؟ شكون اللي يعرفها؟ تعالي بنتي روحي تعالي. واسمك بنتي؟ اميمه. عامر. اميمه الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ في نسيتي داركم؟ في العفرون. في العفرون الله يبارك. ولاية؟ ولاية بوليدة. البوليدة مدينة الورود. واش يصادف يوم 22 فبراير بنتي؟ عيد الكشافة. يعني اليوم يعني يوم العالمي العالمي للكشافة. برافو برافو بنتي برافو برافو. واليوم العالمي لتأسيس الكشافة. شكون مؤسس الكشافة في العالم؟ تعال وليدي. واسمك؟ مدني محمد هشام. مدني محمد هشام. احنا نعيطوا لك هشام ولا محمد؟ انت واش تحب؟ هشام. هشام يلا. شكون مؤسس الكشافه في العالم؟ مؤسس الكشافه في العالم هو بادن باول. هو سميت بادن باول. اذا احبائي الكشافه الاسلاميه الجزائريه مؤسسها هو محمد بوراس وراح نطلقوا لها في اليوم الوطني للكشافة. شكون يقول لي وقتاش؟ تعال تعال. واسمك وليدي؟ هاشمي بوزيد صهيب. هاشمي بوزيد صهيب الله يبارك. وين تسكن؟ عفرون؟ خيار الناس. وقتاش؟ 27 ماي. 27 ماي أحبائي. برافو برافو وليدي برافو 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 برافو. إذن اليوم الوطني للكشافة الإسلامية هو 27 ماي. في كل سنة عمو يزيد يحتفل به ويجيب عدة أفواج يا أخي وراح نحتفل به هذه السنة كذلك. إذن أحبائي اليوم في هذه الفترة هذه راح يكون 22 فبراير هو اليوم العالمي للكشافة العالمية. اليوم العالمي والكشافة الإسلامية وعيدها الوطني 27 ماي وذكرى وفاة المرحوم محمد بوراس. احنا في كل حصة نستقبلوا رسائل الأطفال اللي بعتهم العمو يزيد باش نقراهم في الحصة يجيبهم لنا ساعي البريد. إذا تفضل سهيب تفضل سهيب أعطينا رسائل أحبائنا الأطفال. تعال بنتي. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير عمو يزيد. مرحبا سهيب. واش راك وليدي لاباس؟ لاباس. جبت لنا الرسائل؟ نعم. إذا تحية سهيب يحط لنا رسائل في علبة البريد باش عمو يزيد يقراهم.
من بعد وانتم يا احبائي الى حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم عليكم الى توجهوا الموقع الى الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. مع السلامة يا اطفال. شكرا 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 صهيب. احبائي في بداية كل حصة نعطيكم لغز. تحبوا الالغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي لا يقطع او لا يقطع الا اذا ادخلت اصابعك في عينيه؟ اعيد اللغز: ما هو الشيء الذي لا يقطع ولا لا يقطع الا اذا ادخلت اصابعك في عينيه؟ على بالي بلي شاطرين، معليش فكروا لغايه نهايه الحصه انتم واصدقائنا لم يشوفوا فينا ونشوفوا شكون الشاطر. يلا واش رايكم احبائي، كنا في كل سنه نكتشف شخصيه عندها علاقه بالكشافه الاسلاميه الجزائريه. كنا اكتشفنا شخصيه المرحوم محمد بوراس، في كل مره نكتشفوا شخصيه. اليوم حبيت نكتشف معكم شخصيه القائد حسان عبد العالي المرحوم مع رمال محمد عبد الرحمن. اذا اتفضل محمد، تفضل وليدي، تفضل تصفيق على محمد. تحية تحية. السلام عليكم يا أطفال، اليوم راح نحكي قصة للمرحوم القائد حسان عبد العالي. القائد حسان عبد العالي هو رائد من رواد الكشافة الإسلامية الجزائرية بامتياز، أفنى عمره في الحركة الكشفية بفوج الرجاء بالسكر الذي انضم إليه خلال الحرب العالمية الثانية. شارك في مظاهرات 8 مايو 1945 ببسكرة. عرف عنه حمل العلم الوطني في جميع المناسبات الوطنية حيث يتقدم الجميع في ذلك. ذلكم هو الفقيد المرحوم حسان عبد العالي المدعو القائد عز. ولد القائد عز بتاريخ 4 جوان 1931 ببسكرة، وبهذه المدينة ترعرع واستقام عوده وانضم إلى فوج الرجاء كشبلين، حيث سقلت مواهبه وإبداعاته الكشفية على يد قائد هذه المدرسة. كان من الأوائل الذين رفعوا بالثورة والجزائر للمجد والنصر. خلال فترة السبعينيات انتخب عضواً بالمجلس الشعبي البلدي ببسكرة، ويذكر أنه كان في لجنة الشؤون الاجتماعية التي تهتم بتوزيع السكنات، ولم يدخر لنفسه سكناً، حيث كان يسكن بجناح متواضع جداً بمقر فوج الرجاء. ومن المحطات الهامة في مسيرته الكشفية المشاركة في المخيم الدولي للكشافة وعدة مخيمات وطنية ودولية، منها على الخصوص المخيم العربي الثامن 1986. وخلال تأسيس الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وحل الكشافة الإسلامية لم ينقطع عن العمل الكشفي، وواصل نضاله ضمن الشبيبة بترأس المكتب الولائي للكشافة إلى غاية 1989. كما شارك المرحوم في إغاثة المنكوبين أثناء زلزال بومرداس، أي مكث هناك أكثر من شهرين. توفي القائد المجاهد يوم السبت 29 ديسمبر 2007، ودفن بمقبرة أوماش في نفس اليوم بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وعمداء الحركة الكشفية والأمواج الكشفية وكل من عرف القائد من قريب وبعيد. شكرا 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 محمد عبد الرحمن، شكرا وليدي، شكرا شكرا شكرا. إذا أحبائي، القائد حسان عبد العالي هو من قادة الحركة الكشفية في الجزائر رحمه الله. حبيت الإنسان لما يكون عايش في حي، هذاك الحي يبقى دائما عنده الحنين لهذاك الحي، يكون يحبه حتى ولو يسافر، يعني يغير المدينة ولا يروح يسافر لعمل ولا، يبقى دائما عنده هذاك الحنين للحي اللي كبر فيه. عمو يزيد دلكم أغنية جميلة نقول فيها حيونا، يلا تغنوا كمل معنا حيونا يلا.
في حينما الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. في حينما الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. تحت الشجر وبين الدور أتراقص مثل العصفور، ألقي الفرح وألقي النور، ألعب مع أطفال الحي. تحت الشجر وبين الدور أتراقص مثل العصفور، ألقي الفرح وألقي النور، ألعب مع أطفال الحي. في حينما الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. في الحي أحيا بأمان، أركض ألعب باطمئنان، أتسلق شجر البستان وأغني أنغاما عذبة. في الحي أحيا بأمان، أركض ألعب باطمئنان، أتسلق شجر البستان وأغني أنغاما عذبة. في حينما الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. حينا للناس سرور، زهو يملأه وحبور، فيه أطيار وزهور، بارك يا ربي في الحي. حينا للناس سرور، زهو يملأه وحبور، فيه أطيار وزهور، بارك يا ربي في الحي. برافو 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 أحبائي. إذن في حينا مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. إذن أحبائي الحي لازم يكون فيه الاحترام والحب والوئام باش نعيشوا في أمن وسلام. يا أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. إذن يلا نروحوا دركا اكتشفوا ألعاب الخفة مع عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف. تحية لعمو جوجو، تفضل تفضل.
برافو 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 عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف. دركا رايحين نكتشفوا في فقرة جديدة اللي درناها في الموسم الرابع، أربع مواسم لعمو يزيد، متعة كاملة معكم يا أطفال. حبينا اليوم نكتشفوا في فقرة هل تعلم معلومة مع ميليسا. إذا أعطونا التحية لميليسا، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن الذبابة تهز جناحها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟ برافو، شكرا 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 ميليسا. إذن في كل مرة نكتشف معلومة جديدة. اليوم ميليسا قالت لنا بلي الذبابة تهز جناحها أكثر من 32 مرة في الثانية. هذا يعني سريع جدا، عليها ما تشوفهاش كامل. أحبائي تحبون الحكايات؟ اليوم عمو يزيد راح يحكي لكم قصة النعجتين، يلا معي. إذن أحبائي كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم قصة النعجتين. واحد النهار كان واحد الراعي، وهذا الراعي عنده غنم، وهذوك الغنم كان فيه كانت هناك نعجتين من بين الغنم هذوك، واحدة سمينة واحدة هزيلة يعني رقيقة. هذيك السمينة كانت كل يوم تعيب على هذيك النعجة الرقيقة، انتيا يا النعجة الهزيلة اللي ما راكيش تاكلي باينة بلي راكي مريضة، كل يوم ما تخليهاش كاع ترونكيل. الأخرى تقول لها وعلاش راك تقولي لي هكذا وكامل، تقول لها لا لا انتي كاع ماشي شابة وانتيا نحيفة الجسم، انتيا ماشي شابة وهزيلة وكامل وما يحبوكش وكامل. هي تقول لها علاش هكذا وكامل، دائما دائما تقول لها هكذا. واحد النهار شافوا هذاك الراعي كان يتكلم مع واحد الجزار عنده سكينة كبيرة، قاعد يتكلم معاه باش يشري غنم باش يديهم للمجزرة نتاعو، يعني وين الجزار ويبيعوا اللحم وكامل. هذاك الجزار كي جا شافوه يشوف فيهم هكذا كان يختار، واش يختار؟ ما اختارش النعجة الهزيلة، اختار النعجة السمينة. قالوا هذيك ما معناتها انه هي اللي راح يديها. شوفوا النعجة النحيلة هذيك اللي كانت رقيقة وكامل قعدت تما، والجزار دا هذيك النعجة السمينة. من بعد جات عندها النعجة السمينة قالت لها شفت الجزار كان يهضر مع الراعي وقال راح يديني انا وكامل. قعدت تشوف فيها هكذا، والاخرى السمينه اللي كانت دائما تتمسخر بها. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلص من الحكايه تاع اليوم على المستهزئ بالاخرين عاقبته وخيمه. برافو، تحيه 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 البوبي، تحيه تحيه. اذا احبائي الاستهزاء بالاخرين عاقبته وخيمه، ما لازمش نتمسخروا بالناس يا اخي. احبائي اصدقائنا نحبوهم وما نتمسخروش بهم، يلا معايا. إذن أحبائي كما قلت لكم ما لازمش نستهزأ بالآخرين، الاستهزاء بالآخرين عاقبته وخيمة. لحقنا دركا الواحد ركن أنا نحبه، شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، تعالي بنتي أرواحي. تعالي تفضلي، واسمك بنتي؟ قعدي قعدي مع عمو يزيد. واسمك؟ عامر أميمة. أميمة، وين تسكني؟ بمدينة عفرون. العفرون ولاية البليدة، من فوج؟ مهالي شريفة. من فوج النهضة؟ نعم. ها فوج؟ مهالي شريفة. الله يبارك، الله يبارك، إذا نحيوهم كامل. حكينا نكتة تاعك بنتي. قال الأب لابنه: اذهب وتأكد من نتيجة الامتحان، وإذا نجحت أذبح لك خروفا. عندما ذهب الطفل وعاد قال لأبيه: ما كتبت على الورقة أن للخروف ما زالت له عمرا جديد. عمرا؟ عمرا جديد. كيف؟ برافو برافو برافو. تعالي بنتي أرواحي. تعالي
واسمك بنتي؟ هاجر. هاجر، وين تسكني هاجر؟ الجزائر العاصمة. في العاصمة، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. رقم 1 تزوج، عرض كل الأرقام عرض سوى رقم 8، لقى رقم 8 شطح في عرسه، قال له واش عرضك يا أخي ما عرضتكش؟ قال له لا أنا رقم 0 راني محزن برك. برافو برافو برافو. عندنا اليوم أصدقاء جاونا من مدينة الأغواط كذلك، شكون جانا من مدينة الأغواط الفديدو؟ شكون جاونا من الأغواط؟ من الأغواط، مدينة الأغواط، شكون؟ تعال تعال وليدي، أروح أروح وليدي. واسمك؟ عبد الله. عبد الله جيتو من الأغواط، الله يبارك، كي تروح تسلمنا عليهم كامل. شحال في عمرك وليدي؟ 8 سنوات. 8 سنوات، راك فرحان لي راك أنا. الله يبارك، شكرا شكرا وليدي، تفضل تفضل. أحبائي، حبيت لو كان يلتحقوا بيا واحد ولا اثنين من الكشافة الإسلامية، التحقوا بيا، تعال 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 وتجي مع طفلة كذلك، شكون؟ تعالي بنتي أرواحي، اقعدوا، بدا بينا نكتشفوا النشاطات اللي راكم ديروها. اقعد معايا، اقعدي بنتي، اقعدي. واسمك وليدي؟ مدني محمد هشام. انتم فوج النهضة العفرون، وانتي بنتي؟ يسموني ياقين مخلوف من فوج مهالي شريفة بالعفرون. الله يبارك. واش هما النشاطات اللي ديروهم في الكشافة الإسلامية باش أصدقائنا الأطفال تاني يعرفوا واش نديروا في الكشافة الإسلامية؟ نتعلموا العقد. تعلموا العقد؟ واش تعلموا تاني بنتي؟ نتعلموا احترام الكبير و القيم. شكرا 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 ولادي، التحقوا الأماكن نتاعكم. شكرا شكرا شكرا. إذن الكشافة الإسلامية الجزائرية تربي الأجيال. الحقنا درك أحبائي لركن الرسائل اللي جابهم لنا مقبلة ساعي البريد سهيب باش نقراوهم. بوبي شوفنا علبة البريد رسائل باش نقراوهم تاع أحبائي الأطفال. وانتم أحبائي إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com. شكرا بوبي، تحية تحية لبوبي، تحية تحية تحية. إذن الرسالة الأولى تقول، أمو يزيد يحب يقرأ هذه الرسائل. معاد أنيس 5 سنوات من الجزائر العاصمة، قالكم يعطيكم الصحة على هذه الحصة. شكرا شكرا أنيس معاد وليدي، 5 سنوات من العاصمة، رسالة جميلة. أمو يزيد يعتز بكل هذه الرسائل. رسالة موالية، مكدور لجين 6 سنوات، مدينة مقرة من المسيلة، تحياتنا لكل سكان المسيلة، قالت لك نحبوك بزاف عمو يزيد ونتمنى نجي لعندك. يا بنتي لوجين مكدور من المسيلة، مرحبا بك في أي وقت، حتما سوف نتصل بك باش تحضري معنا. الرسالة الموالية من عند نيلي إيمان 11 سنة، مدينة تماسين من مقاطعة توغورت ولاية ورقلة، قالت لكم أعجبتني الحصة وأود المشاركة فيها. إذن نيلي إيمان بنتي 11 سنة من تماسين تقرت ورقلة، إن شاء الله نكلمك في أقرب وقت باش تحضري معنا. رسالة الموالية ما عند تواتي كنزة 11 سنة ولاية قسنطينة، قلت لكم أريد المشاركة لأنني أحب عمو يزيد وأحب الحصة وشكرا. إذن بنتي كنزة تواتي قسنطينة 11 سنة، أنا تاني نحبوك جدا جدا جدا. الرسالة الموالية، مناري ملاك 9 سنوات، مدينة حمر العين ولاية تيبازا، قالت لكم أحببت الحصة لأنها تدخل الفرحة في قلوب الأطفال. إذن ملاك بنتي مناري حمر العين تيبازا، شكرا على هذه الرسالة الجميلة. عمو يزيد تاني يحبكم كامل ويحب يقرأ الرسائل تاعكم، وإن شاء الله نكونوا دائما عند حسن ظنكم إن شاء الله يا رب. إذن بعد هذه الرسائل الجميلة وصلنا للجواب عن اللغز. إذن اللغز قال، أحبائي اللغز قال، ما هو الشيء الذي لا يقطع ولا لا يقطع إلا إذا أدخلت أصابعك في عينيه؟ تعال أروحي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ نسيبة. وين تسكني نسيبة؟ في العفرون. في العفرون، واش هو الجواب؟ مقص. المقص، برافو، تحية 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 تحية، برافو بنتي برافو. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها.
شكرا شكرا شكرا. اذا بنتي بما انك شاطره شركه شيبس مهبول تهديك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها. العفو بنتي العفو. شكرا شكرا. تفضلي تفضلي. احبائي في كل حصه نستقبلوا طفل ولا طفله باش يحتفل بعيد ميلاده في حصه عمو يزيد. اليوم عندنا عيد ميلاد تيكوك مروان عبد الله 8 سنوات من مدينه الاغواط. تعال وليدي تعال تعال. اروح وليدي. اذا عبد الله مروان رسلنا عبر البريد باش يحتفل بعيد ميلاده. حنا رايحين نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد واصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاطو ديالو. التحقوا بيا اروحوا. عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل ونعيشوا أحلى الأوقات نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 برافو. إذن أحبائي عمو يزيد شعل الشمعة وحنا نديروا له العد التنازلي 8 7 6 5 4 3 2 1 طفي الشمعة. برافو 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 برافو. إذا أعطيني الشهادة تاعو. إذا تيكوك مروان عبد الله عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وأنتم كذلك يا أحبائي كل واحد منكم كي يخرج ياخذ شهادة كما هذه ذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد يحتفظ بها كذكرى. يا أخي أحبائي وكما وعدناك رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك. إذن تحية 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 لمروان. أعطونا تصفيق على مروان. هلا وليدي هكذا. وأنا ما بقى لي إلا أقول لكم بقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي في نفس التوقيت. حبكم يا أطفال. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد سجلنا بتاع عمو يزيد
وعيطونا وجينا عند عمو يزيد هنا نشوفوه. نشكر عمو يزيد استقبلونا الله يبارك. شاركت في هذه الحصه واتصلوا بيا وراني جيت. بارك الله فيكم. اشكر عمو يزيد في هذه الحصه. اشكر عمو يزيد. تعالوا هلموا الينا نضفوا مع عمو يزيد.